عن العلامة دي، علشان لما تيجي الحاجة تغلي او تفور او كده ما تطلعش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مساء الخيرات على احلى ناس في الدنيا. انا النهاردة راجع لكم وعمل لكم فيديو مهم جدا على حالة الضغط الاسباني، بما ان كل سنة وانتم طيبين داخل علينا عيد الاضحى. طبعا كلنا بنحتاس ازاي نسوي اللحمة بسرعة، وبتاخد سوا كتير جدا على النار والكلام ده. طبعا حالة الضغط بتنهي معاكي جدا جدا، نسبة السوا فيها بتبقى 75%، يعني 75% عن نسبة الحلل العادية في السوا، يعني بتسوي معاكي الاكل بسرعة جدا. يعني انت لو كمان عندك عزومة ومستعجلة او عايز تعملي اكل بسرعة ما توقفيش في المطبخ كتير، بما اننا في حر طبعا والحر بيفرهد البني ادم واحنا في المطبخ. فطبعا حالة الضغط بتنهي معاكي حاجات كتير حلوة جدا، واستعمالها كويس جدا جدا. بس انا بنصحكم ايه احسن نوع تجيبوه، هو الحلة الاسباني، ده انضف نوع ممكن تلاقوه في السوق. خديها وانت مطمنة، الامان فيها بيبقى كويس جدا وكل حاجة فيها بتبقى كويسة جدا. انا طبعا هقول لكم كمان على سعرها، بس قبل ما اقول لكم على سعرها يعني الاول اوريكم تتعاملوا معاها ازاي وتحافظوا عليها ازاي من اي حاجة وحشة، تنضفيها ازاي، كل حاجة هقولك عليها التعامل معاها ازاي. طبعا هي بتبتدي المقاسات منها من 8 وفي 10 وفي 12 وفي 14، اربع مقاسات. وكل مقاس، يعني انا هقولك على اصغر مقاس وهقولك على سعره، وتزودي 100 جنيه على السعر، يعني على المقاس الاكبر. تمام كده؟ بصوا يا جماعه، هي دي اهي حلة الضغط، بسم الله، هي دي الاسباني زي ما انتم شايفين. بتهيألي ممكن يكون كتير منكم عارفينها وسمع عنها، هي فعلا انضف حلة موجودة. وكمان ما تنسوش ان الستانلس بتاعها 18/10، يعني الستانلس بتاعها نضيف جدا جدا، وهي خامة ممتازة. انا عايزة بس اوريكم كمان، بسم الله، كل حاجة تخصها، بسم الله، شايفين اهي 18/10، شايفين كل حاجة عنها، وان هي اسباني اهي اهي، الخامة بتاعتها ممتازة. طبعا مش هحكي لكم عنها كتير، معاها قطع غيار اهو، الجلدة بتاعتها اللي بتبقى في الغطا ده قطع غيار زيادة، ويدين اهو. بصوا، هو انا دي لحد دلوقتي هي معاها، بس انا نفسي اعرف هي استخدامها ايه. انا لحد دلوقتي مش عارفه هي استخدامها ايه بصراحه، لو حد فيكم يعرف يكتب لي ايه في كومنت عشان اعرف. ودي طبعا الحاجات اللي معاها كتالوج. بصوا بقى، طبعا انتوا اللي هتيجوا تستعملوها هتيجوا تحطوا الميه فيها، اوعوا هتعدوا يعني العلامه اللي جوه دي، اوعوا تعدوها، يعني الميه ما تبقاش زياده عن العلامه دي، علشان لما تيجي الحاجه تغلي او تفور او كده ما تطلعش بره الحله، وبرده تبهدل لك الدنيا، وده غلط. تمام؟ فانتوا ما تعدوش العلامه دي. تمام؟ دي اول حاجه، زي ما انتوا شايفين الوسع بتاعها عامل ازاي. دي على فكره اصغر مقاس انا بوريه لكم، تتعاملوا بقى معاها ازاي. اهو حطيها بالشكل ده اهو، وتاكدي ان انت ظبطتي كل حاجه كده جنب بعض، وبعد كده تبتدي بقى تقفلي، وتقفلي كويس كده اهو. انت كده اتاكدتي ان هي مقفوله كويس. دي الصفاره اهي، الصفاره دي بيبقى فيها خروم كده من الجنب، دي اللي بيطلع منها الهواء زياده، البخار يعني بيطلع منها. وبرده في خروم تانية كده اهو، علشان لو دي اتسدت، دي لو اتسدت دي يطلع برده، يطلع بخار من هنا. تمام؟ يعني هي امان الامان. بس برده ما تنسوش ان انتوا بعد ما تستخدموها وتخلصوا اكلكم فيها تروحوا منظفين الحاجات دي كلها،
يعني تمسكوا كده الخلة اللي هي الخشب الرفيعة وتقعدوا تسلكوا الخرام دي كلها لحد ما تتأكدوا من تحت كده، لحد ما تتأكدوا ان هي نجفت تماما. وبرده نفس الكلام هنا، تقعدوا برده تسلكوا فيها كده وتعرفوا وتتأكدوا ان هي متنظفة تماما وما فيهاش اي حاجة، الخلة كده وتنظفيها. ده كده امان أأمن ليكي واحسن ليكي بكتير، عشان يعني متعرفيش لأي خطر من ناحيتها. عشان لازم دايما اللي هي يعني البخار يطلع، لازم اللي هو البخار الزياده ده لازم يطلع. وهقول لكم برده على النصيحه، انت خلصتي اكلك فيها وبعد ما خلصتي اكلك فيها ما تفتحيش على طول، اوعي تفتحي على طول، لازم تسيبيها تهدى شويه، لان كثافه البخار اللي تبقى جوه الحله بسبب ان هي تبقى الضغط على الحله. فطبعا عشان تسوي الاكل معاكي بسرعه، فلو جيت انت فتحتي كده على طول هيطلع البخار، ممكن يعني لا قدر الله يلسعك او كده. فلا انت بتسيبيها تهدى شويه، او ممكن تروحي حله ميه يعني في الحوض كده، وتروحي حاطه ايه الحته اللي تحت كده، تمسكي الحله كده وتحطيها كده ايه فيها من تحت، على اساس ان هي تسحب الحراره او تسحب السخونيه خالص، وبعد كده تقدري تفتحيها بالراحه وبامان وما تتضريش اي حاجه خالص. دوت اول مقاس انا وريته لكم، وده اصغر مقاس، اصغر مقاس. هوريكم المقاس اللي بعديها مقاس 10، وهوريكم الوسع بتاعها. وطبعا ما تنسوش ان الحله دي تبقى مطلوبه جدا 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 بالذات الفتره الجايه، علشان كل سنه وانتم طيبين العيد. طبعا ده المقاس الاكبر اللي بعديه، ده مقاس 10، يبقى انا هوريكم 8 وده 10. اهو اهو شايفين الوسع بتاعه عامل ازاي اهو، تمام. معايا برضو قطع الغيار بتاعته اهي، قطع الغيار اهي وريها لكم. بسم الله، ادي قطع الغيار بتاعتها، دي الجلده اهي زياده تمام كده، وادي اليدين قطع الغيار بتاعتها، وادي الغطا بتاعها نفس الطريقة اهو. ودي تبقى مقاس 10 معانا تمام كده. هاجي معاكم بقى على المقاس اللي بعديها، مقاس 12 الاكبر منها، هوريه لكم برده. برده كل قطعة ومعاها القطع الغيار بتاعتها نفس قطع الغيار بالظبط اهي. بسم الله ما شاء الله، بصوا بصوا كبيرة قد ايه، دي مقاس 12 اهي، وادي الوسع بتاعها. بسم الله ما شاء الله، حلوه جدا، حل ضغط حلوه جدا. لو انت عندك عزومه طبعا، ولا جالك حد مره واحده كده وانت طبعا عايز تعملي الاكل بسرعه، هتفيدك جدا 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 طبعا. يعني حلوه في كل حاجه، بما ان بقى الكوارع، اللحمه، واحنا شعب بنحب الحاجات دي، اللحمه، البط، الحاجات دي كلها، تسوي الحاجات دي معاكي، الحاجات اللي تاخد سوا تسويها معاكي بسرعه، وكمان مش هتخليكي تقفي في المطبخ كتير كده. انا وريتكم مقاس 12، وادي الغطا بتاعها اهو، اهو المنظر ده اهي. حله ممتازه جدا، واحسن خامه هي الحلل الاسباني، هي احسن خامه بالنسبه للحلل الضغط. وده بقى اكبر مقاس 14، ده اكبر مقاس اهو، بسم الله ما شاء الله، اكبر مقاس اهو زي ما انتم شايفين، ده اكبر مقاس فيها اهو، شايفين الوسع. اوعوا تنسوا التعليمات اللي انا قلت لكم عليها، ولو نسيتوا طلعوا الكتالوج وهتلاقوا برضو التعليمات كلها فيها. ده علشانك مش اكتر اهو بالشكل ده اهي، دي اكبر حله. طبعا بقى عايزه اقول لكم ان السعر بتاعها عندنا احنا بس مش هتلاقوه بره خالص بالاسعار دي، لان السعر دوت هديه مننا ليكم بمناسبه العيد الاضحى، وبما انها بيبقى عليها طلب كتير الفتره الجايه، فاحنا عندكم عروض عليها حلوه جدا واسعارها حلوه جدا. يعني اصغر مقاس بيعامل 1685 جنيه، ده اصغر مقاس، مقاس 8، حطي 100 جنيه على كل مقاس اكبر من مقاس 8، يعني المقاس 10 هتبقى عامل 1785، مقاس 12 1885، مقاس
14,985. تمام كده؟ حطي 100 جنيه على كل يعني مقاس اكبر، تحطي 100 جنيه زياده بس كده. هتحداكم تلاقوا الاسعار دي بره، لان انا ذات نفسي شفت اسعار غريبه بره. يعني انا شفت اسعار لقيت اقول ليه يعني يعني الواو ده يعني فوق خالص كده. فلا الاسعار دي مش هتلاقوها غير عندنا احنا وبس، عشان احنا طبعا دي هديه مننا ليكم، ولاننا احنا العملاء بتاعنا دايما مميزين، فطبعا هيبقوا مميزين في كل حاجه كده. انا عملت لكم الفيو عن حله الضغط، ويا ريت كلكم تستفادوا منها وتمشوا على التعليمات اللي فيها، هتستفادوا جدا. طبعا انا كده خلصت معاكم الفيو على حله الضغط الاسباني. ما تنسوش بقى تعملوا لي، لو انتوا بتتفرجوا يعني على اليوتيوب، ما تنسوش تعملوا لي لايك وتعملوا اشتراك وتشيروا على قد ما تقدروا. لو بتشوفوني على الفيسبوك ما تنسوش برضو تعملوا لي لايك وتشير وتنشروا لكل الناس اللي عندكم، عشان كل الناس تستفاد. بما اننا داخلين على عيد، كل سنه وانتوا طيبين. وكده انا خلصت معاكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.